اللمة دايمة بإذن الله، والسفرة بالخير مليانة. مسلم مسيحي، أدي مصري، وبيوتنا دايماً عمران. اللي يناول ده طبق واللي يناول ده مية، ده مفيش كرم ممكن تلاقيه قد البيوت المصرية. ودي عادة دامت جيل ورا جيل. نشوف موائد للصايمين، كلنا على باب الله، والخير في مصر اليوم الدين. أستاذ مايكل، إحنا قاعدين أهو على مائدة الرحمن في قارعة الطريق. اسمه إيه الشارع ده؟ الشارع ده امتداد شارع التلفزيون، شارع رئيسي هنا في الأقصر. وإحنا كان لينا مكان، يعني لينا تلاجات مقام مشهور للشركة. الشارع ده شارع التلاجة، عند التلاجة. تلاجة. أيوة. اسمها تلاجة روماني. أيوة. معروف عنه كتير، تبرعات وأعمال خيرية كتير. والمائدة بتاعت الرحمن دي بقاله كتير بيعمل المائدة؟ من 89 كبداية شغل وبداية مائدة. وعايز أقول لحضرتك، إحنا كمان مش بتتوقع، يعني مش بتتقدم مش المائدة بس. مش المائدة بس، ده كمان في نفس الوجبة دي بتتقدم في 4 مستشفيات، في الحميات، في الأرمان، في المستشفى هنا في الأقصر. مستشفيات هنا في الأقصر. مستشفيات هنا في الأقصر. بس يعني غريبة إن مسيحي يعمل مائدة رحمن في رمضان، غريبة. صدقيني، هو أستاذ روماني مش جديدة عليه، المائدة دي من أنت زمان. أنت ما استغربتش يا أستاذ مايكل لما جيت وأنت شغال وقالوا لك بص بقى يا مايكل، أنت الشهر ده هتعمل 30 يوم في رمضان وتقف عليهم وتشوف بقى تعملوا فراخ ولا لحمة ده من أساسيات الشغل. لما جيت اشتغلت عرفت إن المائدة بتتعمل من قبل ما أنا أشتغل بكتير يعني. وانا بتعمل على 250 350 فرد كبيره، حتى اللي بيبقى مسافر بياخد البيت وهو ماشي. في ناس بتيجي بعد الفطار، ناس بتيجي بعد الفطار بتاخد، كله موجود. مفيش مسيحيين يجوا يفطروا وياكلوا كمان مع الناس اللي بتاكل؟ احنا بنحدد هنا يوم وبنفطر كلنا مع بعض. بتحدد يوم معين؟ بحدد الاستاذ روماني يوم بيجي نفطر كلنا هنا مع بعض. انت مربي ولادك ازاي؟ يعني انت ولقيت نفسك بتشتغل مع واحد خير بالشكل ده، وواحد بيحاول يعمل اخاء بين الناس، انت تربي عيالك على ايه؟ ما بيقولولكش مثلا نفس ايه اللي انت بتعمله نفس ده؟ نفس ما اتعودت هنا واتعلمت هنا تعمل في بيتك؟ هتعمل في بيتي. انا لسه ولادي صغيرين بس هيكبروا ويعملوا زي كده. عندك عيال مين؟ عندي مريم 7 سنين، عندي كرولس سنة ونص. مريم وكرولس، ربنا يخليهم لك يا رب يا مايكل. ايه الاستعدادات اللي بتعملوها عشان تعملوا مائدة بالحجم ده؟ 900 وجبة بتتوزع و 200 300 بني ادم بياكل. قبل رمضان بشهر بيبتدوا نشتري المكرونات والرفزات والخضار واللحوم والفراخ وكل التجهيزات، حتى الحلو والكنافة والجلاش والحاجات الحلوة اللي بتتقدم، والبلح. البلح ده احنا بنجيبه بكميات عشان يكفي الشهر كامل. ما انتوا جنب البلح هنا. لا كله يعني وجبه كامله متكامله، كمان الحلو بتاعها معاها. والحلو معاها. والعصير بينزل بعد، العصير بينزل بعد الوجبه. بعد يعني انت حاطك، انت بتصوري هتعرف ان الوجبه بعد ما بتنزل وقبلها البلح. مين بيسيرفس؟ زمايلنا نفسهم. اللي معاكوا في الثلاجه، اللي معاكوا في الشغل. زمايلنا نفسهم. مسيحيين ومسلمين ولا مسلمين ولا خلطه؟ لا كلنا مع بعض، مسيحيين ومسلمين. بنقدم، اللي بيقدم ما هيفطر في بيته هيفطر هنا، كلنا مع بعض بنجهز. يعني المسلمين اللي معاكوا اللي بيشتغلوا يتاخروا شويه على الفطار وهم مروحين، يسرفسوا الاول على الجماعه اللي جايين للخير وبعدين يروحوا. في منهم اللي بيفطر هنا كمان. المسلمين اللي اتاخر يفطروا بيفطر هنا. في ناس ما بتروحش، واللي بيروح بياخد وجبته معاه بيروح. تفتكر يا استاذ مايكل شكل المائده زمان من دلوقتي كان فيها اختلاف؟ طبعا زمان كنا بنقدم الوجبه اطباق ومعالق وكده، دلوقتي الدنيا اتغيرت عشان خاطر الكورونا والعدوى. طبعا. فبنقدم في علبة الفوم دي، فوم البيضة معاها معلقتها ومعاها كل حاجة تانية. بس الترابيزات نفس الشكل والناس نفس الترابيزات ونفس الكراسي، ومعظم الناس اللي بتشتغل، الناس اللي بتشتغل هنا موجودة من سنين، بيشتغل في مكان زي ده ما ينفعش يسيبه. ما يسيبوش أبدا. عشان بيحبوك وبيحبوا. أنا بشتغل هنا من 16 سنة، عمري ما شفت حد جه طلب حاجة وترد. بخير وترد. طب وحاسس ان الرزق كويس في الشغلانه عشان الموضوع ده؟ طبعا طبعا. طبعا يعني ما دي علامه، ده الواحد يتعلم. مفيش مردود بقى، ربك ما بيبعتش كتير لما كتير. صدقيني كتير عطلات بتمشي وكتير مشاكل بتتحل لوحدها، وكل ده احنا اللي بنشتغل، مش صحاب الشغل بس بنشوف كده يعني. حتى في حياتك كتير. مايكل، ينفع تاخدني اتفرج على المطبخ عندكم وانتوا بتطبخوا وتحضروا الوجبات وكده؟ اكيد اتفضلي.
مع قدوم شهر رمضان الكريم بنلاقي ناس كتير ومناطق كتير بتتنافس على اللي ياخد ثواب إفطار الصايمين فيعمل مائدة رحمن ويوزعوا كراتين رمضان. لكن يا ترى أول مائدة كانت إمتى ومين عملها؟ مؤرخين كتير اختلفوا على التاريخ. ناس قالوا إنها ترجع لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وناس تانية قالوا إنها بدأت أيام أحمد بن طولون، وغيرهم نسبها لعهد المعز لدين الله الفاطمي. في مصر موائد الرحمن في الانتشار فضلت لحد ما بقت في معظم الميادين والشوارع المصرية للنهاردة. أما أول مائدة إفطار قبطية فكانت برضو في حي شبرا سنة 1969، يعني من 53 سنة تقريبا، لما الأم الصليب متى ساويرس راعي كنيسة ماري جرجس أقام مائدة إفطار للمسلمين والمسيحيين في شهر رمضان، وتحديدا في ميدان الأفضل بشبرا. وربنا يديم المعروف. اهلا بيكم. اهلا بيك. شكرا ان انتم مستضيفينا هنا. عمرك نورتينا. انت استاذ ايمن روماني؟ ايمن الشاب ابن اخو روماني رمزي. ابن اخو اللي هو اللي عمل المائده دي من زمان قوي. من 17 سنه. من 17 سنه. 17 سنه. وحضرتك يا شيخ محمد بقالك كام سنه معاهم؟ انا شغال مع المعلم روماني ليا 9 سنين في المائده. 9 سنين. جيت لقيت واحد قبل مني ومشي وبعدت. طيب ناس كثيره بتعمل مائده الرحمن، سبب ما احنا بنسجل معاكم ان روماني عجايبي اللي عامل مائده الرحمن في رمضان، وان انتوا بقالكم كتير قوي بتعملوا المائده ده. ليه بتعملوا المائده؟ كل سنه دي ماشيه معاه، وغير مائده الرحمن كل سنه في رمضان بيبقى برضه يوم الجمعه فيوزع لوجه الله. عندهم يقول مسلم ولا مصراني كله بيبقى على المائده. هتشوف شويه سعادتك مسلم مصراني كله سواسيه. وانت انا هذا ليا 9 سنين معاه، بيعاملني كانه واحد زيه على طول. وانت زيك زي محمد. ما عندوش فرق بين ده ما بين ده. فهو بيعمل الحاجه دي لله. هل ده انت محببك في الشغل معاهم اكتر؟ محببني اكتر. انا الاول كنت اشتغل الافراح والليالي بس. من سنه ما استلمت معاهم، مع ذلك في عدد يعني جابها لي هو برضه، وفي عدد برضه كانت مالهاش لازمه عندي اشتراها زي الحلل الكبيره دي. محتاجينها عشان محتاجينها للشغل. خدها هو برضه موبيلها ادتها له بفلوسها برضه وقعدت عندي. كده انا استغنيت عن الشغل بره نهائي. فانت شايف معاهم كده؟ معاه كده شهر رمضان، وغير شهر رمضان برضه بيبقى خميس واحد شغل العمال، غدا وجبات غدا. بيوزع على العمال. بيوزع للعمال والحبايب والرايح واللي جاي والمحبين كلها يعني. وانت يا ايمن في عاد في غير شهر رمضان ده، يعني انت واقف في المطبخ ولابس بشيف انت بتفهم في الاكل؟ يعني انت عاده ليك دعوه في الطبيخ؟ لا احنا بنقف في شهر رمضان بس، دي كل سنه، لكن كده انا ليا الشغل بتاعي تحت. بتشتغل يعني ايه؟ بشتغل مع عمي تحت. ماسك معاه في الشركه هنا في الثلاجه في الحاجات دي. لكن في شهر رمضان انت بتقف. انا هنا واقف معاهم كل سنه، لان وقفتك وانا شايفاك يا محمد يا متهيك يخش جوه ما اعرفش مين عامل ايه، شايفاك اداري كان المطبخ ده. انا في شهر رمضان كله من الصبح لحد ما نخلص، حتى بالليل بنجهز الاكل وكده، بنجيب بنروح نشتري طلبات الرز كل حاجه بتيجي من بالليل. طب بقول لك ايه، انتوا بتطلعوا كام وجبه تقريبا؟ بنطلع حدود 900 وجبه. 900 وجبه. منهم كام وجبه يا شيخ محمد تفرشوهم على المائده تحت؟ 900 دي خوارج. كله اللي بتطلعوه دي خوارج اللي بيتلف في الفوم ده. العلب دي اللي هي العلب دي بتروح المستشفيات للزوار، للموظفين في المستشفيات اللي هم بتوع الامن بتوع النظافه، الزوار اللي هم بره. والحاجات دي يا شيخ محمد او يا ايمن بتعملوها مثلا الشركات دي او المستشفيات بتشتريها منكم، ولا ده برضه لا 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 الوجه لا ما فيش حد بيشتري حاجه. 70 وجبه المستشفى، 100 وجبه المستشفى، في الامراض وفي بتاع الامن وفي اللي رايح وفي اللي عبر طريقه وفي اللي عبر السبيل. غير المائده اللي تحت. غير المائده اللي تحت بتبقى برضه رايح واللي جاي يقعد واللي معدي واللي جاي يزيد اكل بعد الفطره برضه. في ناس بتبقى غلابه برضه كتير لوجه الله، معاه كيسو يا عم ايمن ايه تديله يا عم ايه تديله. يعني انت بتقعد واقف يا ايمن تحت بعد يقف لغايه ما احنا نخلص. قعد ما تخلص. استعداداتك لرمضان، يعني انت عشان تطبخ لكل 900 وجبه في اليوم بتشتروا ايه؟ رز مكرونه. بنكتب الطلبيه، انا بكتبها لعم. انا باخد الطلبيه من الشيف محمد. من محمد. بكتب له محتاج ايه؟ كل اللي محتاجه. عايز 5 طن رز. 5 طن رز؟ 5 طن رز. يوماتي انا بستهلك 70 كيلو رز. 10 سبع شكايف 10 كيلو. نخلف النهارده رز، بكره رز، بعد كده نعمل مكرونه. 4 كراتين كرتونه في 12 كيس. انت بتشتري بقى الحاجات دي؟ بكتبها لهم انا طلبيه. تشتري جمله بقى؟ جمله. نكتب مثلا معانا 15 كرتون الزيت، 20 علبه كرتون الصلصه. نجي في نص رمضان او في اخر رمضان النواقص نجيبوه.
بلح بيهلك معاك بيهلك معاك يا ايمن، ولا بيقول لك الكميات مظبوطه؟ لا ولا كل شويه يقول لك يا استاذ ايمن عكز معانا الزيت عكز معانا السمسه؟ لا لا لا، انا عندك كام سنه فيها الشغل دي، مرمطنا فيها يعني مش النهارده ولا امبارح. فانت شايف عارف عارف حسابات. الحمد لله احنا طلعنا من بدايتها. طلعت من بدايتها. وانت يا ايمن بتحس ان الاكل يعني، قول لي مثلا بتحط ايه جوه؟ يعني الوجبه شكلها ايه؟ الوجبه كامله متكامله. ها. رز، خضار، بلح، ورق. وريني بقى. ده تسلقوه تعملوه خشاف يعني ولا ده بتبلو بس؟ لا ده بيتنيخ من بالليل، يتغسل غسله حلوه وياخد السكر ويتنيخ. بتبلو. اعمل وجبه ابو حسن. وريني يا عم. بص يا ست الكل كده اهو. ده الرز اهو. ابدا معانا الرز. وعادي الوجبه. ما شاء الله الله اكبر. ونديها يا باميه. واحدة بتبقى ماشية كده وواحدة بطاطس، واحدة كده وواحدة بطاطس. انت طابخ ايه النهاردة؟ النهاردة بامية وبطاطس، أخضر وأحمر. بامية وبطاطس. نرجع بقى هنا نديها ثلاث بلحات اللي هم السنة. تحطهم مثلا جنب الرز أو جنب البطاطس. نجي النايب بقى كده. عندك بقى يا فراخ يا النهاردة فراخ يا لحمة، يوم فراخ ويوم لحمة. بس النهاردة يوم الفراخ يعني. حلوة أوي. أهو. المعالق فين عم أيمن كانت هنا؟ الغطا بتاعها والله في منتهى الشياكة اهو كده. دي وجبه. ايوه تتغلى. بس احنا بس ما حطيناش البطاطس. لا ما احنا بنعمل واحده كده وواحده كده. بتحط في وجبه باميه ووجبه بطاطس. انا لو حطيت الصنفين دول هلغي البلح. البلح ده سنه ما ينفعش تلغي. لا صح، دول بيبقوا الصنفين ثلاث اصناف بيبقوا على السفره، بيبقى احمر واخضر والرز والبلح والخضار. مسيطر والمخلل الحمد لله، والمخلل والدعي برضه العمر ما ربنا يزيده ويبارك يعني ويديله الصحه والعافيه، موسع علينا وعلى الناس كلها. مين اللي بيعمل حسابات الحاجات دي رايحه فين؟ يعني مين اللي بيعمل الدراسه مثلا البيت ده اولى بده، المستشفى دي محتاجين، مين اللي بيعمل لك الكلام؟ احنا كنا في ايام الكورونا كانت الناس بتيجي تاخد وجباتها انا. كل واحد وفي وجبات، كان في ناس مثلا زي الجمعيات تبع الجمعيات وكده كانت تقول لنا بكشف ان الناس دي هيقولكم. اشمعنى يقولكم انتم؟ ما عشان عارفين ان احنا كل معروفين. سنه بنعمل. فاحنا كنا بنودع على هيئه الكشوفات دي اللي جايه لنا من الجمعيات وجايه لنا من كده. غير كده كنا بقى كده بنودي للعمال بتوع المستشفى، بتوع الامن، بتوع النظافه، برضه دي معانا الليسته من زمان باسمائهم. طب بقول لك ايه؟ غير موضوع رمضان ده، ما عندكوش مثلا فقراء المسيحيين في الكنيسه؟ معانا كشوفات برضه. معاكوا كشوفات؟ كشوفات. فشغالين طول السنه. مسيحيين ومسلمين. استاذ رمضان بتطبخ لهم يا شيف محمد ولا ما بتطبخ لهم؟ اكل جاف. اكل جاف. لا لا غير رمضان. مش لحد بس. غير رمضان. اكل جاف، معلبات، حاجات زي كده. استاذ رمضان هنا. معانا بشوي ابن الاستاذ رماني، معانا كشف بنعمل فيه حاجات جافه، ده بيبقى سكر وزيت ورز، بيبقى فيه كرتونه يروحوا كدا. بقى مثلا يروح للجمعيات للايتام تستاهلها. غير رمضان يعني غير رمضان يعني في العيد بتاع رمضان في علب كده بتتعمل بيبقى فيها رز وزيت ومكرونه وفيها لحمه او فيها وراك بتتوزع، ومش يعني في العيدين مسيحيين ومسلمين. حاسس ان الشغل حلو عشان انتوا خيرين كده. الشغل حلو كفايه دعوة الناس. ميرسي يا ايمن قوي قوي قوي. ميرسي يا شيف محمد. احنا متعودين دايما ان احنا بقى في البرنامج بنسيب الذكرى للناس عشان يفتكرونا، بنرسم بورتريه. فنان زميلنا استاذ عبد الله بيرسم بورتريه، قررنا ان احنا نعمله المره دي الاستاذ روماني. هو مش موجود معانا بس انت بتقول ان هو خير وجميل ومحترم. شكرا خالص خالص. فنحب ان شاء الله يا رب تعجبه. شكرا. ميرسي جدا جدا. شرفتونا. مع السلامه. الناس بتيجي وتتلاقى، مسلم مسيحي الاثنين مصر، تلقى القلوب المشتاقه متجمعين من بعد العصر. في مصر تلقى الناس للناس، رغم انه حال على قد الايد، ياخد ثواب افطار صايم ويجيبوا العيال لبس العيد. وهي دي مصر يا سيدي، حافظها ربنا وصينها، مسلم حمى كنيسة جاره ومسيحي فطر صايمنا.